سنخصص حيزا أيضا مشاهدين الكرام لتفاصيل الهام الظاهر أسفل الشاشة والمتعلق طبعا بتصريحات ممثلي السعودية وأيضا قطر بالأمم المتحدة عن الصحراء الغربية. على كل المحاور محاورنا للنقاش أربع: مؤتمر دعم استقرار ليبيا، توجس من انقسام غير معلن ورهان على نجاح الانتخابات. مخرجات مؤتمر دعم استقرار ليبيا، تعزيز للمصالحة وتعبيد لطريق الانتخابات. ليبيا مشهد سياسي وأمني مرتبك، والجزائر تشدد على ضرورة سحب المرتزقة. وفي محور آخر مصادر النهار: تصريحات السعودية وقطر بالأمم المتحدة عن الصحراء الغربية مغالطات. كل هذا أكثر في مداخلة عبر سكايب وعلى المباشر مع البروفيسور عبد اللطيف بوروبي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قسنطينة. أهلا بك سيدي الكريم وشكرا لقبولكم هذه المداخلة. مساء الخير، تحية طيبة مسائية على منبر إذاعة وتلفزيون النهار، كل مستمعي الصوت ومشاهدي الصورة، شكرا على الاستضافة. جميل سيدي الكريم، نبدأ بمؤتمر دعم استقرار ليبيا، توجس من انقسام غير معلن ورهان على نجاح الانتخابات، مخرجات هذا المؤتمر. ما مدى سيدي الكريم إمكانية نجاح المؤتمر في ظل الانقسام الحاد الذي تعرفه ليبيا خاصة في هذه الفترة؟ طيب أخي الكريم، القراءة الأولى مهمة ومهمة جدا حسب اعتقادي فيما تكمن على أن الاجتماع الآن، نتكلم عن اجتماع في ليبيا وهذا أمر مهم جدا، بعدما كنا نتكلم عن اجتماعات خارج الدولة الليبية، الآن نتكلم عن اجتماعات داخل ليبيا، بعدما كنا نتكلم عن مؤتمر برلين الأول والثاني ولقاءات مثل ما حصل أخيرا في الجزائر، نحن الآن في نقلة نوعية ومهمة جدا هي التواجد في ليبيا. ما هي قراءة ثانية؟ أنه بعدما تم توحيد السلطة السياسية، وهذا أمر مهم جدا يجب التذكير به فيما يكمن هذا التوحيد، على أن الآن نتكلم عن رئيس، نتكلم عن مجلس رئاسي، نتكلم عن أعضاء للمجلس الرئاسي، نتكلم عن حكومة وحدة وطنية. إذن نحن نتكلم في مستوى أول في قراءة ثانية عن ماذا؟ عن سلطة سياسية موحدة وفيها اجتماعات تجتمع مع مع مع, مع وفود من دول هي دول الجوار، تجتمع مع وفود من هي متمثل عدة تكتلات دولية وإقليمية كما هو حال الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. إذن هذه القراءة مهمة جدا. أين هو الإشكال الآن؟ بعدما قلت على أن القراءة الأولى بعدما وحدنا السلطة السياسية، كان إشكالية هو أن ليبيا تعاني من انكشاف، وعلى أن فيما يكمن هذا الانكشاف هو انكشاف أمني في ظل غياب توحيد المؤسسة العسكرية أو السلطة العسكرية. ما زلنا نتكلم عن 5 زي 5 هذه اللجان التي تمثل شرق وغرب ليبيا. لماذا وحدنا السلطة السياسية وهذا تجاوز لمرحلة مهمة جدا، والآن نتكلم عن توحيد السلطة العسكرية والتي هي غائبة حتى الآن، رغم الاجتماع الأخير في جنيف في 8 أكتوبر الذي حدد طريقة ورقة عمل لعمل لجنة 5 زي 5. إذا بالمحصل القراءة الأولى هي مهمة جدا فيما تكمن على أن توحيد السلطة السياسية والدول الجوار تشارك مع هذه السلطة السياسية، والدول التكتلات الإقليمية والدولية تساند هذه السلطة السياسية، هو دفع لاستقرار في ليبيا والخروج من الأزمة. نحن نتكلم عن أزمة منذ 2011، نحن نتكلم عن مرحلة انتقالية من 2011 ولم تنتهي، أقول وأعيد لم تنتهي هذه المرحلة الانتقالية من 2011، ونحن نتكلم أكثر من 10 سنوات ونحن ما زلنا في مرحلة انتقالية، وليس هناك رئيس منتخب وليس هناك برنامج منتخب وهكذا. إذا ما هو مطلوب؟ لأنه ندعم السلطة السياسية القائمة الآن حتى نمر إلى مرحلة ثانية أو نتحول إلى خطة ثانية هي توحيد المؤسسة العسكرية. ما هي المعيقات في ذلك؟ هي عدة معيقات كما تفضل الطرح الذي قدمه الروبورتاج في عبر منبر إذاعة تلفزيون النهار، على أن هناك إشكالية على أن مخرجات برلين 1 و2، مخرجات اجتماع الجزائر الأخير تكلم عن خروج المرتزقة أكثر من ذلك من قوات إجنبية. هل عدد القوات الأجنبية والمرتزقة يتراجع؟ أكيد أنه يتزايد، نحن نتكلم حوالي 20,000 بين قوات أجنبية ومرتزقة، نتكلم عن قوات تمتلك مدى قواعد عسكرية، نتكلم عن قاعدة الجفرة والرطية وكل هذه القواعد الموجودة في الجنوب الليبي. ما هو ما أردت أن أقول؟ على أن هناك إشكالية وانكشاف أمني، وهناك مرتزقة وهناك أجانب، وهؤلاء المرتزقة أقول وعيد حتى أوضح أكثر
نعم، ليس يرتبط إلا بالشمال الذي جاء من أوروبا أو خارج من دول عبر البحر المتوسط، هناك مرتزقة من دول الجنوب التي هي مع الحدود الليبية من تشاد، النيجر، مالي، في ظل التشابك والمصاهرة بين قبائل تبو والزغاوة الموجودة مع الحدود تشاد والمالي والنيجر. أكثر من ذلك، هنالك عناقات نسب. إذا أين هي الإشكالية الثانية؟ بعدما وحدنا السلطة السياسية، نتكلم عن الفكرة التي هي قائمة والأساسية الآن في ظل الانكشاف الأمني، وأن هناك معضلة أمنية مرتبطة بالمرتزقة، مرتبطة بقوات الأجانب، هناك أسلحة، هناك نعم، مرتزقة، هناك رفض حتى قبول هؤلاء المرتزقة حتى من دولهم، وهذا إشكال آخر. جميل. نواصل النقاش معك بروفيسور عبد اللطيف بوروبي، استاذ العلوم السياسيه بجامعه قسنطينه. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم من جديد. مشاهدينا الكرام، نواصل اذا واياكم النقاش الذي بداناه منذ قليل مع البروفيسور عبد اللطيف بوروبي، استاذ العلوم السياسيه بجامعه قسنطينه، حول مخرجات مؤتمر دعم استقرار ليبيا، توجس من انقسام غير معلن ورهان على نجاح الانتخابات. سيدي الكريم، في ظل الواقع الليبي وما كنا نتحدث عنه أيضا قبل قليل، وما توصلت له لجنة 5+5 عن برامج لجدولة إخراج المرتزقة حسب تصريحها، كيف يمكن فهم مجريات الأمور السياسية والأمنية وتطوراتها المستقبلية على ضوء العملية الانتخابية، وما أثر أيضا عدم الاستقرار على دول الجوار؟ ردا على سؤالك أخي الكريم، أكد على بعض المعطيات على أن هناك إشكالية في نعم. إرجاع المرتزقة إلى دولهم، لأن هناك إشكالية هؤلاء المرتزقة القوات الأجنبية معروفة المصدر، ولكن القوات المرتبطة بالمرتزقة هناك تشارك عدة دول. وهنالك قلت وأعيد في مداخلتي منذ البداية على أن هناك انكشاف أمني، وهنالك تقاطع، أقول وأعيد، تقاطع بين وجود المرتزقة والتنظيمات الإرهابية، لأن هنالك علاقة بين بعض التنظيمات الإرهابية خاصة في مناطق الجنوب التي قلت وأعيد على أنها عندها علاقات مصاهرة بقبائل، لأن النظام القبلي مهم جدا في فهم تركيب السكان في ليبيا. أكثر من ذلك، على أن هؤلاء يأتون من دول تعرف هي كذلك انكشاف أمني. نتكلم عن مالي، نتكلم عن نيجر، نتكلم عن تشاد، نحن نتكلم عن المرحلة الانتقالية في مالي، نحن نتكلم عن رئيس جديد في تشاد هو ابن إدريس ديبي، نتكلم على رئيس جديد في نيجر، فيه انكشاف أمني. إذا كيف نريد أن نرجع للمرتزقة؟ وهذا هو الإشكال، لأن اجتماع 5+5 يريد أن يحدد أو تكون ورقة العمل وفق سياسات واستراتيجيات. كيف تفكر هذه اللجنة حسب اعتقاد المتواضع على أنه كيف سنرجع هؤلاء المرتزقة؟ طريقة إرجاعهم هل تكون بطيئة أم سريعة؟ أكثر من ذلك، نتكلم عن السلاح، ولا نريد إخراجه من ليبيا، وهذا طرح مهم ومهم جدا، لأن إخراج السلاح من ليبيا ستتأثر به الدول الجوار لا محالة، وستعرف هذا في ظل انكشاف أمني على أن تصدير، أقول وأعيد، نوع من تصدير المشاكل والأخطار من ليبيا إلى خارج ليبيا، وهذا طرح خطير وخطير جدا حسب اعتقادي المتواضع. سيدي كريم، ما أثر هذا الوضع على الانتخابات المنتظرة في 24 من شهر ديسمبر القادم؟ كيف يمكن قراءة أيضا المشهد السياسي المرتبك في إطار ما يجري محليا ودوليا؟ وهل تتجه ليبيا نحو الانقسام، أم أن الاستقرار سيكون نتيجة يمكن ارتقابها قريبا في ليبيا؟ قلت وأعيد على أن توحيد السلطة السياسية مكسب، ومكسب مهم جدا لفهم وحلحلة الأزمة في ليبيا. لأن قلت على أن انتخاب رئيس وانتخاب أعضاء للمجلس الرئاسي وتعيين حكومة وطنية، أكثر من ذلك تحديد تاريخ للانتخابات في 24 ديسمبر الرئاسية وانتخابات عامة، تحديد القاعدة القانونية للانتخابات، إشراك كل الأطياف، لأن القانون السابق للانتخابات كان يقصي بعض الأطياف، الآن القانون الجديد يمنح ماذا؟ مشاركة كل الأطياف من المجتمع وتركيبة المجتمع الليبي. أين هو الإشكال؟ الإشكال هو مرتبط بماذا؟ بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة. مثال لا أكثر ولا أقل حتى نفهم، هل هناك من هي الجهات التي لها دور في تفعيل هذا العمل وتوحيد المؤسسة العسكرية؟ حسب اعتقادي المتواضع نرجع إلى مجلس الأمن. مجلس الأمن مهم جدا الآن دوره، لأن بالرجوع إلى المادة المواد 6 و7 من الميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالفصل السادس والسابع للأمم المتحدة، متعلقة بدور مجلس الأمن، هو المسؤول عن تحديد الأخطار
والتهديدات. هل الوضع الآن في ليبيا هو تهديد للمنطقة؟ نعم. هل الوضع في ليبيا في ظل انكشاف الأمني ووجود مرتزقة ووجود سلاح من خارج في داخل ليبيا ويمكن تصديره لدول الجوار، خاصة في ظل وجود ماذا بعض الاتصالات بين التنظيمات الإرهابية في مالي مثل حركة الجهاد والتوحيد والتي لها علاقات ببعض المرتزقة في ليبيا؟ إذن هل ما هو مطلوب منا؟ نعطي مثال لا أكثر ولا أقل، على أنه بعد أحداث باريس في 2015 في فرنسا، فرنسا عملت على ماذا؟ على تجفيف منابع الإرهاب. بمعنى لماذا تجفيف منابع الإرهاب؟ أنها قامت لأول مرة بجمع كل وزراء المالية، أقول وأعيد ليس الخارجية، وزراء المالية والإتقاف الأمم المتحدة والعمل وإصدار قرارات على مدى تجفيف منابع الإرهاب. من أين نبدأ؟ نبدأ على أن المرتزقة يتقاضون أجور، المرتزقة لهم أجندات، المرتزقة بسلاح، هنالك من يمول. إذا الإشكالية أين تظهر؟ هنالك علاقة ترابطية بين دور مجلس الأمن ومدى إصدار قرارات لتجفيف مدى تمويل الجماعات الإرهابية التي هي تتقاطع الآن مع مدى مع دور المرتزقة في ليبيا. إذا قلت وأعيد على أن خروجنا بمدى بوحدة توحيد السلطة السياسية أمر مهم جدا ويدعم للاستقرار ما هو مطلوب منا، لأن الأمر تأخر وفيه بطء في الإجراءات، لأن من مخرجات مؤتمر برلين على أن تكون أن يخرجون مدى المرتزقة والأجانب في 90 يوم، ونحن الآن ما زلنا على أقارب مقرب شهر ونصف شهرين تقريبا مع الانتخابات العامة في ليبيا، وما زلنا نتكلم عن عدم خروج هؤلاء المرتزقة وأين سيذهبون وكيف نعمل بالسلاح وهذا. إذا المعضلة الأمنية تتطلب ماذا؟ دور دول الجوار، وهذا أمر مهم جدا، لأن تضافر دول الجوار، لأن دول الجوار تدرك على أن هناك انكشاف أمني، وخروج المرتزقة وخروج السلاح وتمويل الجماعات فيه خطر على كل المنطقة. إذا ما هو مطلوب منا؟ أن نفعل دور مجلس الأمن من خلال إصدار قرارات لتجفيف تمويل المجموعات الإرهابية، ماذا؟ حماية السواحل الليبية من تمويلها بالسلاح للمرتزقة. أكثر من نعم. ذلك، كل دولة تعمل على عبر حدودها، الجزائر على حدودها، النيجر وتشاد على حدودهم، وهكذا فيما يعرفوا بالثنائيات. إذا كل دولة تحرق علاقات ثنائية مع السلطة القائمة في ليبيا، الجزائر مع ليبيا، تشاد مع ليبيا، النيجر مع ليبيا، ويقومون بمدى حماية الحدود، لأن الإشكالية الآن فيها انكشاف وفيها خطر على المنطقة. جميل أستاذ. في نقطة أخرى حتى نفتح النقاش فيما يخص المحور الرابع الذي خصصناه سيدي الكريم للتصريحات السعودية وقطر بالأمم المتحدة عن الصحراء الغربية. إذا مصادر النهار تصريحات السعودية وقطر بالأمم المتحدة عن الصحراء الغربية مغالطات. سيدي الكريم، كيف نفهم هذه التصريحات؟ كيف نقرأها؟ كيف تعلقون؟ كيف ما هي القراءة الدبلوماسية؟ ما هي كيف نفهم توقيت أيضا هذه التصريحات سيدي الكريم؟ أخي الكريم، العمل العربي غائب غائب وغائب منذ مدة، أقول وعي منذ مدة. إنشاء جامعة الدول العربية في 1945، اتفاقية الدفاع المشترك، أقول وأعيد اتفاقية الدفاع المشترك بين الدول العربية منذ 1950 حبر على ورق، ونحن الآن نتكلم عن دولة عضو في الاتحاد الإفريقي. هل الاتحاد الإفريقي ليس له في مواده أو في مواد ميثاقه على أن يكون هناك دفاع مشترك؟ هناك المادة الرابعة تقر على أن يكون دفاع مشترك، والصحراء الغربية عضو في الاتحاد الإفريقي. إذا الإشكالية على أن هناك تشرذم في عدة جهات. العمل العربي غائب، وأصبحت الآن عندما نتكلم عن العلاقات العربية العربية نتكلم عن علاقات ذات طابع ثنائي لا أكثر ولا أقل. وأكثر من ذلك، عندما نتكلم عن الاتحاد الإفريقي نحن نتكلم عن دور بعض 3 أو 4 دول لها دور مهم جدا في القارة، والبعض الآخر هو غائب. إذا هل الإشكالية هو في هذه التصريحات أو في غياب عمل مشترك وواضح المعال؟ هنالك، أقول وأعيد، هنالك أجندات، هنالك سيناريوهات، هنالك أهداف في المنطقة، لأن المنطقة أقول وأعيد تعرف انكشاف أمني. بعدما قلت على أن منطقة تعرف انكشاف الأمني، نحن نتكلم عن الساحل الأفريقي ب10 دول تعرف هشاشة، نحن نتكلم عن مساحة 5.6 مليون كيلومتر مربع،
نتكلم عن الدوري الفرنسي إلا في مالي، نتكلم عن دول غرب إفريقيا مع مالي وهكذا. لماذا أقوم بطرح هذه المجموعة من القضايا وما علاقتها بقضية الصحراء الغربية؟ حتى أبرز على أن مثل هذه التصريحات لا تخرج من إطار ماذا؟ عن توجهات معينة. ونقول وأعيد على أنه السبب يرجع حسب اعتقادنا المتواضع على أن جميع الدول العربية كجامعة، رغم أهمية التنظيم في حد ذاته ولكنه حبر على ورق، رغم أهمية الاتحاد الإفريقي ولكنه لا، رغم لكن هنالك بطء في الإجراءات، بطء في التعاملات، بطء في إصدار القرارات، ويؤثر على القضايا المختلفة. جميل أستاذ. بالمحصلة ما أردت أن أقول على أن مثل هذه التصريحات لهذه الدول لا تخرج من إطار علاقات ثنائية بين دول، ولا تؤثر على ماذا؟ على الوضعية القانونية الصحراء الغربية. أكثر من ذلك، نحن نتكلم عن قضية تسمية استعمار. أكثر من ذلك، نتكلم عن قانون دولي. أكثر من ذلك، نتكلم عن دولة في الاتحاد الإفريقي. إذا ما هو مطلوب منا الآن؟ لهذا يمكن القول الآن بأنه تشرذم العمل العربي تجاه قضية تصفية الاستعمار. سأفتح لك المجال سيدي كريم لتجيبني عن هذا السؤال بعد فاصل إشهاري قصير. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نواصل النقاش الذي بدأناه منذ قليل مع الأستاذ عبد اللطيف بروبي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قسنطينة. مصادر النهار تصريحات السعودية وقطر بالأمم المتحدة عن الصحراء الغربية مغالطات، بعد كلمة الممثلين الدائمين للمملكة العربية السعودية ودولة قطر لدى الأمم المتحدة خلال جلسة النقاش العام للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والخاصة بالصحراء الغربية، شددت مصادر للنهار على أن هذه التصريحات هي في الحقيقة أسطوانة قديمة تقليدية وأيضا موسمية من كلمات وتلحين المخزن المغربي وأداء بعض الدول الخليجية، تحمل في طياتها العديد من التناقضات والمغالطات، تهدف إلى تضليل الرأي العام الدولي كلما أدرجت قضية الصحراء الغربية العادلة على جدول أعمال المجلس واللجان الأممية. بروفيسور عبد اللطيف بروبي، لماذا وجدنا أنفسنا اليوم أمام واقع اسمه تشرذم العمل العربي تجاه قضية أو قضايا تصفية الاستعمار؟ مثال على ذلك فلسطين واليوم الصحراء الغربية. سؤال مهم جدا، يعني فعلا هذا هو الإشكال. لماذا كل مقومات الوحدة العربية موجودة، من نفس الدين، نفس العرق، نفس التقاليد، نفس العادات، نفس الموقع الجغرافي، ولكن نحن نتكلم عن مواقف أحيانا متناقضة وأحيانا تمس بسيادة دول؟ هو الإشكال. الإشكال هو ليس وليد المرحلة الآنية، ولكن هو وليد لسنوات عدة، حتى لا أطيل على المستمع ومشاهد الصورة، على أنه يرجع إلى أهمية الشرق الأوسط في الأجندات أثناء الحرب الباردة، وكان محل أطماع ومحل ماذا، أجندات واستراتيجيات وسيناريوهات، وكان لها تأثير في توجهات المستقبلية لمنطقة الشرق الأوسط. أكثر من ذلك، التشرذم بدأ بعد غزو العراق للكويت في 1991 وتحالف عربي ضد مع الدول العربية وهكذا. هنا بدأت إشكالية. أكثر من ذلك، الناتو في ليبيا، أكثر من ذلك دول تعمل ضد دول عربية أخرى. بالمحصلة، ما أردت أن أقول من هذا الاستقراء التاريخي على أن هذا التشرذم ليس وليد الآن، وما هو مطلوب منا حتى نستفيد من بعضنا البعض، ونبقى نبكي على الأطلال ونبكي ونتكلم إلا على الماضي الذي أصبح من التاريخ. ما هو مطلوب منا الآن؟ هنالك قمة عربية مقبلة في الجزائر، يجب أن نحدد ماذا شعار القمة العربية، وحسب اعتقادنا المتواضع لا يكون إلا بتفعيل العمل الاقتصادي والتجاري بين البلدان العربية، حتى نخلق هيكل وبناء مؤسسة قوي، حتى نخلق جامعة دول عربية قوية، حتى نخلق دور للدول العربية فيما بينها له دور تأثير. يجب أن نبدأ من أين نبدأ؟ نبدأ بالعمل والعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدان العربية التي هي تكاد تكون منعدمة. وهنا الإشكال، حتى نمر إلى ماذا؟ إلى اتحاد بناء مؤسسة سياسي، أكثر من ذلك بناء أمني. لأن الإشكالية الآن، رغم المواثيق سواء جامعة الدول العربية والرجوع لاتفاقية 1950 للدفاع المشترك، أو ميثاق الاتحاد الإفريقي والرجوع إلى المادة الرابعة حول المادة الدفاع المشترك، إلا أنها تبقى حبر على الورق ولم تساهم في حل القضية تصفية الاستعمار. أكثر من ذلك،
تصفية الاستعمار الآن لقضية الصحراء الغربية موجودة على منبر الأمم المتحدة ولم تفعل ولم تكن هناك قرارات واضحة، إلا ما استثنينا الآن هذا المبعوث الخاص الآن في هذه المرحلة الذي أعطى نوع من الديناميكية للعمل الآن في المنطقة. ما هو مطلوب منا كدول حتى نفهم هذا التشرذم؟ أنه يجب أن نفهم على أن هنالك أجندات خارج هذه الدول، أقول وعيد، لأن بعض الدول تعمل على ماذا؟ على مدى الإضرار بالدول الأخرى. إذا بعدما كنا نتكلم عن موقع واحد، عادات وتقاليد واحدة، ترتيب سكان واحدة، عمل مشترك واحد، نحن نتكلم عن دول بلدان عربية فيما بينها أصبح تصنف ديما ما يعرفه باد نيبرز، أي الجار السيء. وهذا هو الإشكال في هذا التشرذم في العمل العربي. ما هو مطلوب منا على أن هناك، يمكن أن نقول سيدي الكريم، أعتذر منك، يمكن أن نقول بأن ما حدث هو محاولة لكسر موعد القمة العربية الذي سينعقد هنا في الجزائر. فيه طرح، فيه سيناريو وارد على أن هنالك معيقات وصعوبات في انعقاد القمة العربية، ليس في انعقادها في حد ذاتها، ولكن أي انعقاد للقمة العربية يكون وفق جدول أعمال. هل ستنعقد هكذا قمة دون جدول أعمال؟ أكيد لا. هذه القمة يجب أن تحدد محاور، أقول موعد في الأول محاور، ثم من خلال المحاور مواضيع. ما المقصود بمحاور؟ نحن نتكلم عن المحور الذي هو غائب ومهم جدا حسب اعتقادنا المتواضع في العمل العربي، والعلاقات الاقتصادية والتجارية الغائبة المنعدمة، ثم نفكر في البناء السياسي، ثم نفكر في الاتحاد ذو طابع أمني، لأنه لا يمكن، أقول وعيد، لا يمكن تصور عمل عربي مشترك وحلحلة الأمور بين العرب فيما بينهم ودور جامعة الدول العربية، رغم أهمية هذه الجامعة، أقول وعيد، رغم أهمية جامعة الدول العربية، لكن بهذه الطريقة، بعدم تدوير منصب الأمين العام بطريقة التصويت وهكذا، ستكون هناك إشكالية وتستمر إذن الإشكاليات. ما هو مطلوب منا الآن؟ يجب أن نخرج من هذا المأزق عن طريق ماذا؟ تفعيل العمل ذو طابع اقتصادي تجاري بين البلدان العربية، تبدأ بالعلاقات الثنائية ثم تتطور إلى أطراف عدة، ثم نفكر في البناء السياسي والأمني. لأن الإشكالية الآن، فكرنا بالعكس، انطلقنا من بناء جميع الدول العربية وفق مؤسسات ببناء سياسي وطابع أمني، ولكن من حيث البعد الوظيفي لا يوجد لها دور في الواقع. هذه الدول سيدي الكريم التي نتحدث عنها الغارقة في أوحال الأزمات المتناثرة في العالم العربي، والتاريخ شاهد على ذلك والواقع شاهد على ذلك أيضا سيدي الكريم، ألم يكتفوا مما يحدث في اليمن ومما حدث ويحدث في العراق وفي سوريا وفي ليبيا اليوم؟ هل يريدون خلق أزمات أخرى في الوطن العربي؟ لا، هم لم يكتفوا بهذه الأزمات الموجودة اليوم والتي لهم يد كبيرة في وجودها. فعلا للتذكير على أن أي أزمة في الوطن العربي لم تجد لها حلول حتى الآن. نحن نتكلم على العراق من 2001، نحن نتكلم على ليبيا واليمن وسوريا من 2011. إذن هل رغم مرور السنين هل وجدت حلول؟ الحل غائب، أقول وعيد، غائب. لأنه المنطق هو أن يكون الحل بالتفاوض عن طريق حل سياسي، ولكن غلب المنطقة على أنه هي حروب دامية بحل عسكري وفق أجندات، وفق مرتزقة، وفق تمويل، وفق 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 وفق. إذن أقول وأعيد، هنالك دول الآن انقسمت كما هو الحال السودان. هل هنالك هل إمكانية أن تنقسم وتنشطر هذه الدول العربية؟ ممكن، لأن الإشكالية الآن أنها هذه الأزمات التي هي أزمات من حيث الشكل، طبيعة داخلية. أعطيك مثال حتى أبسط، الأزمة في ليبيا هي بين فرقاء ليبيين، ولكن بقدرة قادر أصبحت بطابع دولي لم تمر حتى على الطابع على البعد الإقليمي، من أزمة وطنية إلى أزمة دولية، من أزمة بين الفرقاء الليبيين إلى أجندات دول كبرى ومرتزقة وأجانب. إذن جميل أستاذ، هذا هو الإشكال في حد ذاته. جميل، شكرا جزيلا لك أستاذ عبد اللطيف بروبي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قسنطينة، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة وعلى هذا النقاش. أيضا أكيد سنفتح حيزا
للنقاش في هذا الموضوع في مواعيد إخبارية أخرى.